انتي وين رايحة؟ انا لقيتكم. دورينا ما لقيتينا؟ امك وين؟ انا ضعت امي خلى راحت تركب. اجل امك تترك بنتها. اي اذا دخلنا السوق مخني يا نسيتك؟ اي نسيتك. خلاص اذا دخلت السوق عقله يروح يرسل. توتة زعلانة وعيت لا تكمل الجلسة في السوق. ليش يا توتة؟ توتا لازم يكشخون. يا عمي الكشخة هذه كذا. طيب يا توتا هم لازم يكشخون بالماركات عشان يلبسون لبس حلو. يا عمي الكشخة هي الماركات، المشخة الكشخة حلاوتها القلب يا عمي. تروح تحطم كشخي ما بتضرب على وجهها 20 بودرة ترجع في البيت يشوفها تخسر وجهها يجي يشوفها رجالها يرتاح يحسب انها جني. خلاص يا انتي جد خلاص اسفين اسفين. بصراحة احسن صانع محتوى ورعي تبوك. بطل صراحة. كفو. يا عمي اقرع بحر وذولة. عندهم سالفة. بحر وبحاسب وبخطيب. بخطيب عادة اللي يخاف من كل شيء. خروف. معزة. بقرة زي راسه. كل شيء خاف. ايوه. واقرع. الشيبان يقلع المطير يقلع بول. لا المطيري لا. المطير يقلع وقلع بولدين. وليش؟ ليش اقلعهم؟ ما اعرف اسولفهم. وانت اللي تصنع محتوى يعني؟ اصنع لك واحط مشاهداتك مليون. يا كفو كفو. يلا مشينا. ما ادري يا جد، والله ما نفترك يا جد، لا تبعث خروف. كفو يا الامريكي. كثر الله خيرك. بالعافيه. رشه وراسك ها؟ ها وش اشترى لك ابوك؟ يا عمي ابوي اشترى لي سماعات. اذا ما تبوها عزه وين؟ عند اخوك. قرب القصيده. بدر قول امين. الله يشفي بنيتك ويجعلها سببا في دخولك الجنة. والأمر الثاني دائما ادعلها دعوة نبينا موسى عليه السلام، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعلاج بنيتك لمدة سنة كاملة، اختار أي مستشفى في السعودية يعالجها في صعوبة النطق والإدراك والتخاطب، وتراه مدفوع. أخواني وخواتي أصحاب السفريات، هذا لازم يكون معاكم في كل سفراتكم، لأن أي دولة تبي تطبها هذا يشبك في الجدار. تبي تشحن جوالك، تستشور شعرك، ما شاء الله شوف كم يشحن جوال، يشحن فوق 4 جوالات. ومتعدد الروس، يعني في أي منطقة بتزورها لا تخاف من الأفياش فيها، يبي يشتغل معك. وهذه البطارية وهذا سلكها جماعة، الجهاز اللي وريتكم قبل شوي والبطارية بسلكها، ما أخذها من عند العبور للاتصال.